ما تزال المعارك مستعرة في جنوب اليمن، حيث تسعى المقاومة الشعبية لبسط سيطرتها على آخر مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. قد أكد متحدث باسم المقاومة الشعبية أن المقاومة تمكنت من تحرير مدينة لحج بشكل كامل، وأنها بصدد تمشيط المدينة لإخلائها من المسلحين الحوثيين، وذلك في إطار خطة عسكرية تنفذها ما يسمى بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة. وأضاف المتحدث أن الحوثيين اقتادوا الأسرى المحتجزين في قاعدة العند الاستراتيجية إلى سجون في صنعاء. وأفادت مصادر ميدانية بأن المقاومة الشعبية بصدد التقدم في محافظتي الضالع وأبين.